قال في الروض: اذا دخل الرجل المسجد وهو قد صلى والجماعه يصلون فلا يصلي الا اذا اقيمت الصلاه، وهو في المسجد على الشرط الا يكون وقت نهي. ما ادري على كل تقرير كلام الروض وغير الروض كلامهم يعرض على الكتاب والسنه، هذا شأن كلام اهل العلم، يعرض على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم وافقه ما قبل. والسنة دلت على أن إذا جاء المسجد والناس يصلون يصلي معه سواء كان وقت نهي أو هو وقت نهي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: أدركتها معه وصلي فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي. هذه السنة. وثبت في الحديث الصحيح أن شخصين جاء والنبي يصلي في منى عليه الصلاة والسلام، فلما صلى قيل له انهما لم يدخلا معه فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما ان تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافله. ولم يقل قبل ان تقام القصر ادركتما لم يصلي فصليا معه، فدل ذلك على أن من جاء المسجد وجدهم يصلون ولو لم يحضر الإقامة فإنه يصلي معه، لكن إذا حضر الإقامة يكون آكل، وإذا سلم يقضي ما فاته، سلم الإمام يقضي ما فاته وتكون له نافلة ويكون له أجر بذلك اتباع السنة.